كانت هنا مضيقه خلاص هذوك لو كانت خمس دقائق تشوف هنا كيف حابس لنا. سمعت هنا السيركلاسيو هنا واحد 20 تحس منا 20 من هنا. كنا نعانوا غابك في الشتاء هذيك بعد الطريق مخطر خاصه في الليل بعد نخافوا باه نعدوا بربي ان شاء الله منا وجاي تتحل الطريق هذه تتنحل العزله تتنحل حتى المواطن يمشي مسريح ما عادش فيها اشكاليه خلاص. نحن مديريه الاشغال العموميه بصدد انجاز منشاتين فنيتين بالمنطقه الغربيه للولايه. المنشا الاول بالمنطقه شبيطه مختار بالتاريخ الولايه رقم 125 وهذا الهدف منه تغيير المنشا القديم التي كان بالحجم الصغير والمنشا الجديد هو على مسافه 100 متر انطلقت به الاشغال منذ حوالي شهر ومن المنتظر استلامها بعد نهايه الاشغال. مده الاشغال تقدر ب 12 شهر. اما المنشاه الفنيه الثانيه تتواجد بمنطقه زريزر على مستوى طريق الولايه رقم 129 وتقدر هذه المنشاه بمبلغ 26 مليار.